شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. درسنا إن شاء الله تعالى وحكب لابدونا آية كنتنات من سورة البقرة. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. قال تعالى إلى يحر: وإذ فرقنا، أي واذكروا أحد حستان، إذ وقت فرقنا بكم أن دينك لدنبلني ودينك لتشحني بكم، أي بسببكم درتين أنو مارتي لباو كالدقني البحر بدا أنو لباو كالتشحني ومركا عقاشين إذنكو أو هاربين وبحصد وعدوغين نو إذن بحصنا أيو فأنجيناكم أنو إذن بدبادينو إذن كسبت تسارني إنا بدو إذن هفسو وأغرقنا أنو هفيني آل فرعون فرعون قوم كيسي أنو فرعون أنو مارتي ما شيني وأن بيه كوها فيني والحال أنتم تنظرون إذن كنا أعوتشي دان أركيسان إذن بدي سكودة بولنطي أن وحا أي نمارتي درسي نهورة أي نصوشي الله تبارك وتعالى إنو نمانك ربر إسرائيل وكو كراميي توراد iyo iimaan iyo nicmooyin kala duwan oo marka lagu ilzaamiyo in iimaanka iyo tawxiidka iyo taacada la yimaadaan oo ay ka mahadnaqaan si ay uga dheeraadaan Ilaahay tabaaraka wa ta'aala aradiisa. Marka waxa Allah tabaaraka wa ta'aala u xasuusinaya halkan nimankii Yuhuuda ahaa nicmadii Allah uu galay iyo shirkigii iyo kufrigii markii hore ku jireen يالله كبد باديي أن عذابك أكوها يي فرعون أو رقو دانا اللينا يي دمر كو دانا مارتي ودلي سنة يي تبدأ تانا عرر كي رابر إسرائيل أي عررين والنبي الله موسى عليه السلام إيو دادك أتباع دو هاي رعصنا رابر إسرائيل إلى هاي أمري إن أي أكعان حقا إيه بضة بحر القلزم أيوك عام بدا عص ويوح الله شغي نبي الله عليه السلام نبي الله موسى عليه السلام إن لها لاقي دونه فرعون يقوم كيس مركا إلي حقا آدم بالأمري تبادتانا مركا بدي أي مادين وحي إلى هدين وانا الحياة إلهي با مركا تبارك وتعالى وحكا الشاكين يعني نعمد النوع عصا iyo siduu uga badbaadiyay iyo siduu cadawgoodi Allah tabaaraka wa ta'aala u ahlaagay. Qaala ta'aala ilaa wuxuu yidhi: wa id waqtu xus faraqnaa bikum albaxra, baddii aanu idiin kala jeexnay oo faanjaynaakum aanu idiin badbaadinay. Sida badda uu Allah ugu kala jeexayna aayaad kale ay Allah tabaaraka wa ta'aala ku faahfaahiyey وكي الله تبارك وتعالى يلي: فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر. نبي الله موسى عليه السلام وحن أوحيوني أش آد هاي ستو وأش معجزة أهان لو سي أهيد وحد كل فتا بضة فانفلق مركا هو كل فتاي دبتنا فانفلق وكل الدلامي فكان كل فرق كالطوط العظيم
labadii qaybood ee baddu ay noqotay mid waliba waxay noqotay sidii buur weyn oo dhidban oo saa u taagan. آيات كالنا الله وكوبا يامي ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي نبي الله موسى عليه السلام وحن أوحيوني قوم كاقا يددك أتباع دكوة قريسي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا بدنا طريق قلالا وأي ماري كران وغي يلا أسميه سيد أسميه يروا سيد أمارتي أن أهئن أو نبي الله موسى عليه السلام أشيو هايستي معجزة هايد إنو بدا كل فتاة دي بطرع أي لباق أي بوت أيو كلا دولان تدو مارتي يعني بدي أي كلا نغطي وأغرقنا وانوها في النبي علي آل فرعون فرعون قوم كيسين الله تبارك وتعالى وأو هالكي بيه بكوها فيه مركا آيات كالي سوردها كالي بألا كفها فهي قابكو هالاقي فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فإلهي تبارك وتعالى يجري أن مركي نبي موسى إيه قوم كيسي أي بحين أن إلا بدي مارتي إذا سمو غدين فرعون وكد بيمي أو وطا إنتا صوفر ضعا إذا نفر بضن وهامان إيه كتشران أن إنتا صوفر بطليان وطا مركي لبدي عيدن اساركين قال اصحاب موسى نبي الله موسى عليه السلام اصحابتي سوحي كوي رعدين انا لمدركور وانا الحياة وانا لسو قارية قال كلا با الهير قال وحيري نبي الله موسى كلا مجر تبور انا معي ربي سيهدين ربي قيبا الى اتشرا ان سقال يهنونين يا او يتوسن دونا طريقي أين كبت بادي لهين كطريقي إلهي بأوحي فأوحينا إلى موسى أن أضرب عصاك البحر نبي الله موسى عليه السلام بقى له وحي يدي أن أشهد هاي ستيد بطا كل فو فانفلق لبو كان نغضي هو كان الدلامي فكان كل فرق كالطود العظيم لبادي قيبود يبدو أي يسوك لتاكتي ندو لواحي نغضي سيدي بوروين وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين مركا هالكا صالقوا باقي يالي فرعون يقوم كسنا أي كوها لك سمين نبي الله موسى عليه السلام يعدي لسعطينا أما أنتو دلبت بادي ثم أغرقنا الآخرين كوي كان لساسا كو هفيني وبدي كل قضي إنو فرعون مركا كده بي منا قرآن كاشي فأتبعهم فرعون بجنوده عيدا كيسي بلصو كالد بيمي فرعون فغشيهم من الغم ما غشيهم بدي بعض بوشي وحيد دولي بعض دولي بك آيات كاس أن أيام عارتي أن سورة واضحي وكذلك آيات دي كالينا وترك البحر الرهوا إنهم جند مغرقون لو وحيدي بعض يدو سيدي داس أولا بضع قيبوت كلام نغطي يدو سيدي داس أدو كتك إنهم يو فرعون يعد لصعوتاي جند مغرقون وعيدمو لها فين دونو وبدو اي لقي دونتي وياني قال تعالى الهي وحويري وإذ فرغنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون مركا الهي وحويري فرعون يقوم كسوانو هلاقني وبيبان كوها فيني والحال أنتم إذا كنا تنظرون أوتشي دانا أركيسان إلى مصارعهم بلوتشي ذا هلكي إلى هاي دقي أما هلاك جودي أركيسان وإذ وقت حص وعدنا موسى نبي الله موسى عليه السلام أن لب لناي 40 ليلة أي بعد 40 ليلة أفرتن هبين دبديد ثم أنت دبدينا اتخذتم آت سميستين ودي أن العجل الدبي أصبح ستين ودي لها كدقتين ثم اتخذتم العجلة من بعده انتي سقط دبدي انتي ومناجاتك ربي هذي دبدي والحال أنتم إذا كنا الظالمون آتين كوا ظلم سمينا أن
muwaacadadan iyo ballankan Alla tabaaraka wa ta'aala uu la galay Alla tabaaraka wa ta'aala nabiyullaahi Muusa waxay ahayd markii reer bani Israa'iil aan ay badbaadeen oo ay ka badbaadeen badii reer bani Israa'iil aan waxa nicamka Ilaahay ugu nicmeeyay ka mid ah oo kale in nabiyullaahi Muusa calayhi salaam loo ballan qaaday kitaabkii Tawraad ahaa in la siin doono oo kitaabka Tawraad loo soo dhiibi doono. Haseyeeshee waxaa laga horreysiiyey in 40 maalmood kadib uu yimaado meesha la yiraahdo Tuur Sayna, 40 maalmood oo uu soo cibaadaysanayo oo uu diyaar garoobayo Tawraad in la siin doono. 40-kii kadib markii uu dhammaaday ee uu tegay markaa nabiyullaahi Muusa Tuur Sayna halkii lagula ballamay oo buurta Tuur Sayna la yiraahdo, ayay waxay sameeyeen dibigii bay caabudeen, dibigaas oo nin la jeeday Muusa Saamiri oo isagu xullidii iyo dahabkii ay wateen uu ka sameeyey. Waana nin sixiroola munaafiq buu ahaa oo dadka looda caabuda. Dabeetana markii nabiyullaahi Muusa calayhi salaam uu soo noqday uuna kaga sii tegay nabiyullaahi Haaruun calayhi salaam, Haaruun waa kii canaantay, waa kii garka maartay qabtay ee gilgilay ee maartay yiri maxaa ku dhex dhigay hadday dadkana dibiga caabudeen. Isaguna ka dooday arinta noocaas ah, laa taakud bilixyati walaa biraasi, garka iyo madaxa toonahay qabanin. Uu maartay la dooday, wixii dhacayna uu u sheegay, inuu ka nahiyey oo ay diideen uu u sheegay. Dabadeetana way toobad keeneen oo tawxiidka inay bay u soo noqdeen qaarkood. Marka Ilaahay baa tabaaraka watacaala dunuubtooda wax ka mid a ka dhaafay. Dabadeetana waxaa la amray, saynu arki doono, in kuwoodii dibiga caabuday iyo kuwii kale ay isdilaan oo ay weliba laayaan kuwii dibiga caabuday, kuwa iyagu ka badbaaday ee ka beriga ahaa ay laayaan. Markaasaa Tawraad iyo mucjizaadkii waaweynaa la siiyey. Haddana waxay dalbadeen inay Ilaahay tabaaraka watacaala ay arkaan, balse ay u rumeeyaan oo Tawraad u rumeeyaan oo Tawraadan iyo Rabbi baan ka imi markuu nabiyullaahi Muusa ku yidhi baan idinka imi, Tawraad baa laysoo dhiibay, natus baa la yidhi, ku rumayn mayno ilaa aada Rabbi natusto oo aad indhaha noo saarto. Dabeetana Ilaahay tabaaraka watacaala wuu ciqaabay, hanqar baa ku dhuftay, waa lagu qayliyey, haddana dib baa loo soo nooleeyey. Markii dambena Alla tabaaraka watacaala wuxuu geliyey tiih buu geliyey oo waadi ama meel toga oo saxraawi ah, dhul maaratay lama degaana oo Masar iyo Shaam u dhexeysa, halkaas ayay 40 sannadood ku noqnoqonayeen oo tiih iyo wareer galeen. Maalin oo dhan ay geedi yihiin, habeenkiina ay degayaan, bartii ay raadka ka dhaqaajiyeen bay kusoo noqdaan bay tafaasiirtu sheegaan. Markaana Ilaahay baa tabaaraka watacaala iyagu xaaladda ku sugan, haddana Ilaahay baa xaggiisa nicam fara badan oo kala siiyey. Waxay quutaan baa Alla siiyey tabaaraka watacaala, waxay cunaan baa Alla siiyey, oo aysaynu arki doona almanna wasalwa, inay shukriyaan baa laga dalbay. Way kufriyeen, way qooqeen, way kibriyeen, marka naftooda way isaa ku dulmiyeen. Marka taas ayaa aayaadkan soo socotaa Alla tabaaraka watacaala uu inooga sheekeynaya. Qaala tacaala, Alla waxa uu yidhi, waid waqti xus waid wacadnaa Muusa, Muuse markaan la ballannay, 40 leylatan, bacda 40 leylatan, 40 habeen dabadeed, inaanu yani Tawraad siin doono say ugu camal falaan. Uma intaa dabeedana itakhadtum alcijla, dibigii aad samaysateen uu Muusa Saamiri Ilaahay idinka dhigay, min bacdihi, ay min bacdi dhahabi ilaa micaadina, intii uu nabi Muuse qabtay dabadeed aad dibigii caabudeen oo dibi samaysateen, intuu qabtay dabadeed Tuur Sayna oo halkii aan kula ballanay ah. Walxaal antum idinkuna daalimuun, aad tihiin kuwo oo dulmi falayaal ah oo naftooda ka gardaran, waayo cibaadadii meelaan maxalkeedii ahayn bay dadajiyeen. Dulmiguna waxa weeye waa wadcu shay fii kayri maxallihi,
شيء أول دتشي ميلان كوها بورين أمان مشي سهين ثم أنت هذا بدأ عفونا عنكم وأنا ذن عفني قدام بيجي نبان ترترني من بعد ذلك أنت هذا بديد أنت هذا بيجا صبي ستين كدب لعلكم تشكرون اللي كي تشكرون صادم هاد نقدان والنعمة يدا يا جلدة يدا آد الله أقوم هاد نقدان وإذ وقت حس آتينا موسى موسى نسين الكتاب كتاب كي تورات بنسين والفرقان كي حقي باطل ككلساري بنسين لعلكم تهتدون وحمد انتهين إنا هنونتان ما ضع ما حقي باطل كالليدين كالساري وحلاشي حارنت الليدين كالعدي لكي تهتدون باللوتشي داسي أو هنونتانو ضلال كأوغا هنونتان وإذ وقت حس قال موسى النبي الله موسى وكوري لقوم قوم كيسا ويدبق عابدي يا قومي تلك يو إنكم إذنكم ظلمتم أنفسكم نفتي إني واكو قرد الروتين وظلمدين باتخاذكم يلشدين العجلة دبقة أي إلها إلها كدقتين سميسة شضاء دبقة سميستين وذي إلها كدقتين أياد نفتي إني كدلمدين فطوبوا طوبت كان إلى باريكم خالق إني وطوبت كان إناد عدك العابدين طوبت كان وفقتلوا اللاي أنفسكم نفتينا اللاية وكينا بريغا هي إيكا بريغا عبادة العجل ديبقى عابدستيسو هدي لو كينا مجرم كا إيساقو ديبقى عابدي وديلكا آد لديلا أيو قفكا أيو طوبضا ذلكم كينا أو قتلقا إناد اسقور قادان أيا خير لكم إذين وناكسل عند باريكم ربي أكتيسا تاسا إذين فيعن أو الله تبارك وتعالى أرنتا فعل كيدنا الله وايد وافتشي مركز دمانا الله وحوصو دري بالا إلا دا صحاب أما ضرور مدو أو هنشلس أه سي آنا يسو أرق أو آنا يسوكون حريصا إلا مركز ضد بدين اسكال لايين فتابع عليكم الله وايد كتوبة أقبالي إنه الله هو التواب كي توبة أقبال بدوين الرحيم والرحمة بدن وايد وقت حس قلتم آتر هذين يا موسى النبي الله موسى لن نؤمن لك كرمين مينو حتى نرى الله جهرة كرمين مينو يعني وحاد نواتمي حتى نرى الله إلى أن الله أرقنو جهرة سموقتا وإن رحي آنو صارنو وفأخذتكم أي دقبتي الصاعقة أي قيادي دقبتيها ودبتنا الساعة كل متين والحال أنتم إذنكم تنظرون أوتشي دان وأركيسان أي ما حل بكم وحا إذنكو دقي إذنكو هبسدي ثم أنت هذا بعثناكم وأنذرنا ولا نودي صوصارنا من بعد موتكم مركد ماتين دبديد لعلكم تشكرون لكي تشكرون سأوم هالنقدان وظللنا عليكم وحنو إذين ضلال ميني أو إذين هرني الغمامة ضرورة يعني ذكو أسترني أو كريل كي قرحدة وقت جيتيها أكو شرتين حويان ضرورة أن إذين هرية أو هر إذين نقدا بانو دين دول كيانا وانزلنا عليكم وحانونا ايدي سودة جيني المنى ملق هي حبك برشاد بانو دين سودة جيني يوصل واشن برو دوبان او حوايان عيلا ايان دين سيني وقلنا وحانونا نريكونو عنا من طيبات ما رزقناكم وحان ادكو ارزاقني كيسا واناكسان عنا وحباها كيتسانينا ومركا نعمدي باكا قالو دين way kayd sadeen waa laga jaray wama dalamuna anagu ma annaku gardaroon uma annan dulmin walakin asay shekaan waxay ahaayeen anfusow naftooda yadlimuna ku dulmiye bay ahaayeen Allah tabaaraka wa ta'ala wuxuu ino sheegay in nabiyullah Musa alayhi salaam afartan maalmood kadib in Allah uu la balamay nabiyullah Musa balantaasi afartanka maalmood ahayd أفرتن معلومات إسكو حكتماي أحين مركي هوري النبي الله موسى صدن معلومات بالا لا بالاماي حدنا تبن بالاقو كردي إلهي با سورة الأعراف كوشاقي ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر النبي الله موسى صدن هبين تبديد بالا بالاناي مركي دمنا التوبان بارو كل ما يسترناي فتم ميقات ربه 40 ليلة marka harta taas wax weeyaan waa muwaacadada iyo balanka Ilaahay tabaaraka taala uu qaaday
قال تعالى إلى يحيدي وإذ وعدنا موسى 40 ليلة وإذ وقت حص وعدنا موسى موسى الله بلني 40 بعد 40 ليلة أفرتنا بين كده الله بلني بألي تبارك وتعالى ثم أنت اتخذتم العجلة دي بباصة ميستين والإله كارجتين والحال أنتم ذكنا ظالمون آد ظلم السميسين مركا بلن كلا ليه هاي نبي الله موسى عليه السلام بلا الله بلمي علماء وحي الشاقان وحي أهايد صدر مع الموت وبيش لياد دي القعداء يتبن دي الحجاء وردمك ريبر إسرائيل مركي أي كنا بدقلين عدو ودي وأي مصر قلين كتابنا ما يهيسن شرعنا ما يهيسن أي كوكا لبحان مركا إلهي باو بلن قاضي نبي الله موسى عليه السلام منو توراد كسود دجين دونه كان نبي الله موسى قوم كيسو حكويري أنا وحن تجي ميقات يا ربي يا هلك الله يقول رب الله ماي كتاب كمان نص وحن باريا وحد كتجي لهيدين يا واحد سمين لهيدين أنتم بقى مرتي كقريهين كافرتن كمال موت يا الله يا رب الله ماي كا ولا هلك أو هارون أبو كجسيت كسين وشجني مرك بلن كأويمي نبي الله موسى عليه السلام وحويمي ملك جبريل ملك جبريل وحوطة فرس فرس كاسو كقاضي نين كان سامير اللي يرادا وحو عركي فرس كاس نبي الله موسى عليه السلام لقو قاضي حالك قوب كيسو للك او كتابتو إنو قيدة سو ساري او قيدة كسو بحياني يدوك اي نغلس باي كتب التفاصيل الشيغان ولا علهم من الإسرائيليات آن طب دانتانا أفرتك مركو عركي ايو انتو عيدي سو قاضي ستا قرانكو الشيغي آن فقبضا أن أحصاق هذه قبضة من أثر الرسول رأت كي رسولك أيو مارتي حنتوب الصاق هذه بترى أفك أيو كشوبي أن بهلك يوسميي أن دبيك يوسميي ترى فصار الله خوار عضو يش وحا راجي بناحية أيو النقطة هضلة يبو النقطة نعم مركان المنافق أبوها بعلم دير عدين أو إسلام نبضم موجستي لكن كسو جيدا قوم او لو عابده سداسو سميه مرك دبا ترى و خو يدي هذا الهكم واله موسى موسى يي يدين كبا الهي نواكا مركا ان نبي الله موسى عليه السلام بلنكي او لا غلى ربن اسرائيل انو افرتن كا معلومات كديب او كينايو توراد بلنكي وي كبخين او وخا لا يرادا هبين كي يا مالنتي أيه تريين تبى ترى لباتن عشة مركي مارتي تكتاي ولباتن كه عشة يهبين كودا أيه وياه فرتن كديين وموسى صون غوا أيه في نظن أي كود عين ربنا قرر واحد عدن ما نبي الله موسى مركه ورصد مال موت كديم أيه ندين كينا يا بكوري توراد تبى ترى واتن ده طبعا كلو كرديي طبعا كه كديب أيه مركه في نوبين aan oo soddon kibaal wad markaa dhamaadeen oo Muuse soo noqo waayay waxay u qaateen qaar kood inuu dhintay dadana dibigaas bay arkeen aan Muuse Saamir bay markaa ayaa waxaan u alfay dadana halkaas ay dul cukufeeno asnaamtaas ay maartay aan salamkaas ayay ilaah ka dhigteen markaa waxa ilaah ilayay thumma takhadhtum al-ijla dibi ay dibigii baad maartay samaysatay ay ilaahan ilaah baad ka dhigtay marka culimada qaar waxay leeyihiin dhamaantood way caabudaan dibigii marka laga yimaado nabi ilaahay haaruun alayhi salaam iyo 12,000 oo nin oo la socda qaar waxay leeyihiin dhamaantood way caabudeen marka laga yimaado haaruun laakiin qowlka uu imaam al-baghawi uu leeyahay waa asax waxa weeyaan inay nabi ilaahay haaruun alayhi salaam iyo 12,000 oo la socda ayaan dibiga caabudeen intii kala caabuday baa ilaahay leeyahay ثم اتخذتم العجل من بعده نبي موسى دبدي انتي او مناجاتك ربي آدي دبدي واحد سميستين دبي واحد كدقتين اله والحال انتم منكنا ظالمون آتين كوا الظلم فليالا ونفتينا مع سدا كل باية وعبادة دي ميشي دي ميلان هندي جناية ثم انت دبدي عفونا عنكم بالين والد عفيني اي محاونا ذنوبكم تنبي جنبانو تكترترن من بعد ذلك انت دبدي انت دبقى عابدين دبقى لعلكم تشكرون لكي تشكروا
si aad uga mahadnaqdaan cafiskaan idiin fidiyey iyo nicamkaan idiin siiyey. Culimada qaar waxay meesha shukriga waxaa looga jeedaa taacun baa looga jeedaayo jawaarixda oo dhan iyo xubnaha oo dhammi inay ilaahay addeecaan tabaaraka watacaala fi sirri walcalaaniya. Waid waqti xus aataynaa muusa nabiyullaahi muusa aanu siinay alkitaaba kitaabkii baanu siinay oo kitaabkii towraadaha iyo walfurqaana kii kala saaraya xaqiya baatilka. Marka kitaabkii furqaanku ma laba kala duwanba mise waa mid qura? Mujaahid wuxuu leeyahay waa un towraad furqaan ee laba magac baa lagu sheegay. Kisaayina wuxuu leeyahay alfurqaan waa nactu lkitaab, kitaabka towraada ayunbaa sifo uu u yahay, oo walfurqaan ee wowda la socota ayaa ziyaada ah. Marka waxay ka dhigantay waid aataynaa muusa alkitaaba alfurqaan, kitaabkii xaqiga baadilka kala saarayay waqtigii aanu nabiyullaahi muusa siinay taaxus oo xasuuso. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون أي لكي تهتدون سأدوه هنونتان بالتوراة التوراة أدوه هنونتان أدوه هداية قادتان. وإذ وقت حس قال موسى نبي الله موسى أكولي لقوم قوم كيس أكولي لكوي الدبق عابدي يا قوم تلك يو إنكم إذنكم ظلمتم أنفسكم نفتي نوا ظلمدين أو أكو قرد الروتين أو أدبتين باتخاذكم بسبب اتخاذكم samaysashada aad samaysateen alcijla dibiga aad samaysateen ay ilaahan ilaaha ka dhigateen. Qaala wuxuu yihi fatuubuu toobad keena. Marka iyagaa yidhi ayu shay nasnac maxaanu samaynaa? Qaala wuxuu yihi nabiyullaahi muusa calayhi salaam fatuubuu toobad keena oo soo noqda ilaa baari'ikum khaaliqiin u soo noqda. Dabeetana waxayaa sidaan u toobad keena. Dabeetana wuxuu ku yihi faqtuluu anfusakum naftiina laaya ay liyaqtul albari'u minkum almujrima kiina berida ah ee aan dibiga caabudinay kii dibiga caabuday xaquur qaado oo hadilo. Dhalikum dilkaas aad isdilaysaan oo barhkiinii bilaa dembiga ahaa barhkiinii dembiga galay shirkiga ku dhacay uu dilaayo oo dilkaasina uu yahay toobad ayaa taas ayaa khayru lakum idiin khayr badan cinda baari'ikum rabbi agtiisa ilaaha khaaliqa agtiisa taasayda khayr badan. Nabiyullaahi Muusa calayhi salaam markii uu dilkii faray waxay yidhaahdeen amarka alla waan ku sabraynaa. Dabeetana waxay fadhiisteen oo kuudsadeen dhulka fanaaga ah ee waasaca guryaha hortooda halkii bay fadhiisteen. Dabeetana waxay Muuse maxaanu samaynaa? Ilaahay baa marka wuxuu usoo diray tabaaraka watacaala dubaaba wa saxaaba daruur baa alla usoo diray madow oo aanay is arkayn ilaa iyo galabtii baa layaa subaxii siday bilaabeen dilka ilaa iyo galabtii ayay kuwii wax dilayay ay dee kuwii ay dilayeen ay wadeen dilkii ay wadeen. Markii dilkii batay nabiyullaahi Muusa iyo Haaruun calayhi salaam ayaa ilaahay baryay oo tadarucay. Dabeetana waxay yidhahdeen ilaahayow reer bani israel waa halaagsameen, ilaahu hambadooda qabo yaa ilaahay uu hambadooda qabo. Ilaahay daruurtii buu ka fayday dilka inay joojiyaan baa la amray. Waxaa la arkay kumaankum halkii ku shahaado qaatay oo maaratay ku dhintay intii hadhayna dembigii waa laga dhaafay. Taa weeye ta alla leeyahay tabaaraka watacaala fataaba calaykum ay fafacaltum waxaad samayseen maa umirtum bihi wixii la idin faray oo fataaba calaykum alla waa idinka toobad aqbalay oo yacni tajaawaz cankum alla waa idinka dhaafay. Innahu alle huwa tawaabu kii toobad aqbal badan weeye oo alqaabil towba weye kii toobada aqbala arraxiimu ay arraxiimu bihim ilaahay kii u raxmad badan weye tabaaraka watacaala. Qaala tacaala ilaahay wuxuu waid waqti xus qultum aad tidhaahdeen yaa muusa nabiyullaahi muusow lan nu'mina laka ku rumayn mayno xataa nara allaha jahratan ilaa ilaahay aanu aragno jahratan si muuqata oo aad indhaha ilaad indhaha noo saarto oo aanu aragno ku rumayn mayno. Alla tabaaraka watacaala wuxuu faray nabiyullaahi Muusa in niman reer bani israa'iila oo ka cudur daarta caabudidii ay dibiga caabudeen inuu soo kaxeeyo.
كتضباطاً نن أيو حشي والله بحي ودتك أخيارته هاي ترى واحد يرادين نبي الله موسى وحنو دون إن كلام كعلي إنا إنه مغلو إلهي مركو كل هاد ليه إنا إنه مغلو ترى واحد سبعين بول واحد مغلين سقو نبي الله موسى سبعين مغلين سقو على الله هاد لايه أن أو على إلى هنا الله هاد لايه تبارك وتعالى وإله وحمر رايه وحكره بايه وعلي تفاصيل الشجان إنه الله هو مغشي أن أني أنا الله لا إله إلا أنا تبدأ ترى مركي نبي الله موسى مناجاتك هي لهذا الكي ربي ودميه وكسو تشيستي وقيمي تبدأ ترى واحد كوي رادين لن نؤمن لك أنا كور رمين مين أو أرنكا يلي مين حتى نار الله جهرة أي معينة إلى أن إلهي عندك قادم نعم مركا أن فأخذتكم الصاعقة وحا قبت الصاعقة قيلة إذن قبت الصاعقة هذا وحلوش هذا أي الموت كيريبا مركورا إذن أصيبتي علماء غار روحي ما يوحا ويهيان ونار جاءت من السماء طب سماد كيمي فأحرقتم أقبتي سيدا هنقر كأوكالي أما ضنب كأوكالي غار روحي ما يوحا صيحة وقيلة والغو قيلي مركا فأخذتكم محايدا قباتو إذا كنت عادي الصاعقة قيلة إذا كنت عادي مركرة إذا كنت هبستي أما هنقر والحال أنتم إذا كنت تنظرون أأتشيدان وبركي ببركة كالي مركي قيري داسة كنت عايسي هاد سداوانيسين وتساركيسين ثم أنت هاد بديد بعثناكم وانو إذن نوليني بالي تبارك وتعالى من بعد موتكم انت دمتين دبي بقالي دي سنولي او حالا ونولي قف والبا انتي اجاشي سو اهايد عمرقي سو اها سو او اللاستو او رزقي او قرنا او اللاستو اي الله تبارك وتعالى دي بسنولي هدي قف والبا اجاشو دي اجاشي انتي او قرنا دو كل من لها دي بلو ما سنولي الى قيام الساعة ثم انت دبي نبعثناكم انا دي سو صارنا من بعد موتكم أن مركز دمتين كذب لعلكم تشكرون سعى الله تبارك وتعالى أدو الشكر دان قال تعالى إلهي وحويري وظللنا عليكم وحانو إذين حريني وكركين آنو ضلالميني الغمام ضرورة بان دين دلال لمن بقى لي تبارك وتعالى وقت جيتيها وقرعت كريل كده هي صمدة إذن كإلى عليها وأنزلنا عليكم وحن دين سودة شني المنة حبك برشاد هي أه ملب هي وصل وكان يعني حلوة ذوكلة هي وصل ويا شنبرو يعني دين سودة شني مركي أي تيها قالين لا مارتي دول سحارة أي مارتي مرين دول كسحارة أنا كجيوني نين همين يا مالنا يسعون أيان أي الله تبارك وتعالى أن أحق أصدري ضرور تلعسان أو مارتي أن كإلى الله سكوليلك أو ضلال مينسا أي الله تبارك وتعالى دول كيانا وعكروا الله سي المن والسلوى لبع عنتو أو من من نبالي هذا ترنجبين بيو ويددك فصيران وصدا مثلا أوكالي صمقيقا أما أن عشان حبكتن لانو حبكت أوكالي أو ديرتا فوليسا أن أوي كقران أيان علماء قاروح يا ما يوحي أحيد كالخبز الرقاق أن سيدي كبستي لعسان أوكالي لكن وحن نبو عليه الصلاة والسلام إنه شغي الكمعة من المني باشل ان انو وين راهو كم هذا اما بغشاغا اما ان دوكا كسو فورتا اي نعلو تنو عاس اه حويان منغا يو كميدي يعني وا عنتو بلا كلفه قفكي سون كدبتون او هلاي نعم مركا منغا سا الهي سي تبارك وتعالى او اه ملب كاس اما حبك برشاد داس
حبكتا أو أي حوبينيان أي عنيان إيه والسلوى شمبرها الدبن أنا مرقو لك حيسة جبين وقلنا وحن نكون لكل عنا من طيبات ما رزقناكم أي حلالات ما رزقناكم وحان دكو أرزقني كيس حلاشة عنا أو حبها كايت سنين بالغود سيدي باي سميان وي كايت سيدين إلهي بامركا كاتشاري wixii ay kaadsadeen waa ka qurmeeno duud iyo dirxi iyo waxa saagalay ay tafasiirtu sheegaan dadatan alla wuxuu yiri tabaaraka taala wama dhalamuna annaga waxba nama yeelin walakin kaanu anfusum yadhlimun waxay ahaayeen kuwa iyagu naftooda wax yeela naftooda iyaga dhibayay oo dulminayay annaga namay dulminin aan iyaga risqi iska jaray ku soo degayay bilaamuna fi dunya الدنيا ذا الآن قرش لجره بنين ولا حساب في العقبة آخرنا الحساب الحين قال تعالى إلى يحول وإذ وقت حس قلنا آن كنري ادخلوا قلع هذه القرية قرية ذا قلع وقرية أريحاء وقدس بالغوري قلع بيت المقدس بالغوري قلع وفكلوا هنا منها قرية ذا حقية ذا حيث شئتم ماشى الدونتان يصدى الدونتان عنا رغدا أي عيشا رغدا عنا واسع كعنا وادخلوا الباب الباب كان كجلا باب من أبواب القرية الباب كم إذا الباب بديدة تضبع الباب بيلا هيد بلا يدادة الباب بديدة الباب كم إذا كجلا سجدا حال كونكم سجدا إذكوا ركوع صنوا قرد الله الله دنايا oo khuduucsan markii aan markaa gashaan allahu sujuuda oo u shukriya ama markaad galeysaan idinkoo runduuda oo khushuuc muujinaya gala oo waquulu waxa tiraadaan xittatun aan dambidhaaf yani talabuna waxaanu doonaynaa xittatun waa dambidhaaf dhaha ama xuta canaa khataayaana ilaahu dunuubta nasaaran ilaahu naga deji بها استغفار بالله فرق عبد الله بن عباس وحويل ولا اله الا الله لانها تحد الذنوب لا اله الا الله ذنوب تيادا دي قفك حويان ككحيسه مركا حطه دم داف دها دم داف بان دولنا اما استغفار لا اماد اما حط عنا خطايانا الى ودم بيد نغ ديش دها نغفر لكم وان دين داف خطاياكم جففكين وان دين داف خجفيد كدعي وانو دي كاستوري وانو دي كدافي وسنزيد الله تبارك وتعالى وحولي وانو زيادين دونا وانو كردين دونا المحسنين هو محسنين تعانا وانو كردين دونا با الله تبارك وتعالى وحولي الله تبارك وتعالى وحو آيات دان نغفرية oo inoogu sheegaya in aynu xusno oo aynu soo hadal qaadno oo ku cibro qaadano oo kuwa iyo kuwa lamida ayaa inagana layna siiyey reer bani israa'iil ba alla tabaaraka wa tacaala aayaadkan deeg uu kaga sheekaynaya laakiin marka laga sheekaynaya macneedu maaha mujarad kaliya inaynu sheeko dhegaysanayno ee waxaa looga jeedaa nicamkaasaa loo galay way kufriyeen natiijadana waxay noqotay ciqaabkii ilaahay inay la kulmaan idinkuna نعمك رير بن إسرائيل لسي هو كبدن باليسي كو شكريا كو مهدنق حدا نعمك إلهي كو مهدنق ودان إلهي وحد كو قال لدي استي عقاب با إلهي ده هاي إلهي ويدين عقاب ايا حدا شكريا دائم ويدان جوكتين ويدان مركا الله تبارك وتعالى كو وانو الله ينقوه قد تصالين ايا وإذ وقت حس قلنا ندخلوا آن كون رجال هذه القرية قرية دنقلا قرية ده سعد الله بن عباس وحد هو أريحاء قال روحي هو بلقاء أريحاء يا بيت المقدس واسكمت قال روحي هو الرملة هي أردن هي فلسطين هي تدمر انت سألو تشيدا قال روحي هو إيلياء هذا الحاصل الشام من بلو تشيدا قرية سنة مركة وحوية وبيت المقدس تفاصيلته بضنطان فكلوا كعونا منها حق حيث شئتم يشهد دونتان رغدا مد واسعا وادخلوا الباب كان كقلق سجدا إذنكو سجودسا
يعني ركعا خضعا منحنين إذا كان ركوع صن أو كرد الله لادين أيه أن وقول واحد رادا حطة دم داف بان دونين لها حطة أي أن مطلبنا حطة وحن دوننا ودم داف أما حط عنا خطايانا نغفر لكم وندين داف خطاياكم ذنوبتنا وسنزيد وسيادين دوننا المحسنين كوا إحسان كفلا أي ثوابا أبا المرين بان أزيادين لنا فحق فضل غيغا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا وارت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا.